طبعا احنا بنتكلم على اللوجيستكس، انه اوكي دخلوا الحيوانات ودخلوا الطيور وكل انواع الحيوانات، والبعض شبه انه هذا الفلك بيسع مثلا ما اعرفش كم شاحن كبير. الفلك ده يسع 560 شاحنة من بتوع شاحنات المواشي، ده حاجة ضخمة الكبار جدا. الكبار يعني الكبار طبعا. الفلك ده يسع 500 شاحنة كبيرة جدا من اللي بنشوفها، فدي كميات ضخمة جدا. وسمعت أنه بيسع أكتر من 130 ألف خروف. بالضبط كده. فتخيل ده الحجم اللي الكتاب المقدس بيقول عليه. فإحنا لازم نرجع للكلمة ونصدقها ونحترمها وندرسها بدقة، ساعتها نفهم فكر الله. لكن عشان نحط إحنا في تصورنا حتة قارب صغير، ده شوية مطر تقلبه وتضيع كل الجينيتك بول ده اللي موجود. وبتهيألي يمكن من كلمة الله إنه الغرض من الفلك مش يعني بناه حتى يكون شكله جميل، لا، ولا للإبحار عشان يبحر في البحر. الغرض منه أنه عدم الانقلاب. بالزبط. الثبات يعني، لأنه أنت ذكرت في مرة ذكرت أنه ما هو اتبنى على أرض صلبة. أيوة. ولما المي ابتدأت بالازدياد وبالصعود بالارتفاع ابتدأ الفلك يرتفع بشكل طبيعي، يعني مش عم بيبحر لكن عم بيرتفع مع المياه بيطفو بالتأكيد.